السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم في قناتكم سعودي أوتو، وكل عام وإنتوا بألف خير. أعزائنا المشاهدين والمتابعين، مثل ما وعدناكم أنه حنقدم لكم الجوائز اللي هي جوائز العيد، وشكرا جزيلا على كومنتاتكم وتعليقاتكم. حقيقة وصلتنا مئات الكومنتات والتعليقات زي ما تشايفينها قدامكم، وحنختار منها للفائزين للعيد اليوم الأول والثاني والثالث، ونختار ثلاثة جوائز لكل يوم. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نسحب أول فائز اللي هو راكان جيمر. والفائز الثاني ابن الخطاب. والفائز الثالث سايبر أندرسكور ثوت. والفائز الرابع رام RAM 2010202001. الفائز الخامس جابر عسيري. الفائز السادس خبير الكرس. الفائز السابع عيسى صلاح. الفائز الثامن عبد الهادي القحطاني. الفائز التاسع والأخير عبد المالك سعيد السروري. عبد المالك سعيد السروري. أعزائنا مشاهدين ومتابعين قناة سعودي أوتو، أحب أن أبارك للفائزين معانا اليوم، واللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله في المسابقات القادمة يكونوا من الفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بألف خير.